قد يصاب الإنسان بابتلاء عظيم وكارثة كبيرة، ويكون في ذلك الوقت في أشد الحاجة إلى الله تعالى كي يرفع عنه هذه المصيبة التي آلمت به، فيتضرع الإنسان إلى ربه بثقة ويقين ليدعوه دعاء المضطر الذي ضاقت به الدنيا، ويستمع الله إلى عباده المخلصين الذين يحملون في قلوبهم الثقة واليقين في قدرة المولى عز وجل، وهو ما فعله أصحاب الغار حينما حلت بهم الكارثة، حيث توجهوا إلى ربهم بالدعاء الصادق لشدة حاجتهم إلى قدرة الله تعالى. قصة أصحاب الغار ودعاء المضطر. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بإعجاب حتى نستمر في نشر مثل هذه الفيديوهات. تتحدث قصة أصحاب الغار عن ثلاثة رجال قد خرجوا وابتعدوا عن ديارهم، وبينما هم كذلك تساقطت الأمطار الغزيرة ولم يجدوا مكانا ليحتموا به سوى غار موجود بجبل كان بالقرب منهم، فدخلوه ولكن سيوف جرفت صخرة كبيرة من أعلى الجبل والتي انحدرت حتى سدت باب الغار عليهم، فوجدوا أن كل السبل قد انقطعت بهم وكل الأبواب قد أغلقت في وجوههم، حيث أنهم لا يستطيعون زحزحة هذه الصخرة ولن يعرف أحد بخبرهم، ولكنهم كانوا على يقين أن باب الله مفتوح لا يغلق وأن قدرته فوق كل قدرة. طلب أحدهم من الآخرين التوسل إلى الله تعالى بدعوة المضطر التي يرجو فيها ربه بأكثر عمل صالح قام به لوجه الله، فبدأ الأول في التوسل إلى الله ببره بوالديه في كبرهما، وكيف أنه كان يسقيهما الحليب قبل صغاره، وذات يوم قد تأخر في عمله فعاد إلى بيته بعد أن نام والداه، فلم يستطع أن يزعجهما في منامهما كما كره أن يسقي صغاره الحليب قبلهما، وظل طوال ليلته ممسكا بالإناء في يده وهو في انتظار أن يستيقظ والداه، بينما يبكي الصغار على قدميه يريدون الطعام حتى مطلع الفجر. وبدأ الثاني في التوسل إلى الله بمدى خوفه منه عز وجل، وكيف أنه ابتعد عن الفواحش مع مقدرته على فعلها وتيسر الأسباب لذلك، حيث أنه كان يحب ابنة عمه بشدة فرهودها مرارا عن نفسها، ولكنها كانت ترفض حتى أصابها أمر جعلها في أمس الحاجة إليه، فاضطرت لقبول طلبه مقابل مبلغ من المال، وحينما قعد منها كأنها امرأته أضاء في قلبه الخوف من الله، فابتعد عنها وترك لها المال وهو يرجو بذلك رحمة الله تعالى. وقد توسل الرجل الثالث بأمانته، حيث أنه قام باستئجار أجير كي يعمل له أحد الأعمال، وحينما انتهى الأجير من عمله عرض الرجل الأجر عليه ولكنه تركه زاهدا فيه، وعلى الرغم من أن الأجير قد تركه بنفس راضية، إلا أن هذا الرجل حفظ له أجرته التي رعاها ونمت حتى تضاعفت وأصبحت مالا كثيرا، وحينما جاءه الأجير بعد مدة طويلة طالبا أجره القديم أعطاه كل ما جمع من أجله من المال، وقد استجاب الله تعالى لهم جميعا، حيث كانت الصخرة تتزحزح قليلا كلما ذكر أحدهم الدعاء الخاص به، حتى انفرجت الصخرة تماما بعد الدعاء الأخير وخرجوا من الغار دون أي ضرر. ومن الدروس المستفادة من قصة أصحاب الغار الإخلاص في العمل الصالح وصدق النية وفعله ابتغاء وجه الله، والتوسل إلى الله وحده بالدعاء والسؤال عن يقين وإيمان، كما يستفيد الإنسان من أعماله الصالحة حينما تصيبه الشدة، وكذلك جواز التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة وتقديم حب الله على حب الشهوات والمعاصي.